أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير. بطولة كأس الخليج التي فتحت ذراعيها مرحبة بكل الحاضرين، ها هي تصل في هذه اللحظات لإعلان وانطلاق شوط الكبار، شوط الأصايل، شوط الذلل ما بين المحليات والمهجنات، أقوى أشواط المهرجان على الإطلاق، لأنه شوط للمتعة، لأنه شوط للكبار، شوط للذلل الأصايل. 6 كيلومترات، شوط للحيل، ينتظر هنالك كأس ذهبي سمي بكأس الخليج بدورتها 5 والميدالية الذهبية والميدالية الفضية للمركز الثاني والمركز الثالث للميدالية البرونزية، كذلك ناموس يحمل اسم الوطن، الوطن الغالي وخليجنا الغالي. إذن متابعين الكرام، شعارات لهجن أصحاب السمو الشيوخ تتصارع تتضارب بالمنافسة الشريفة من أجل الفوز والناموس. مقدمة الشوط، أرى الشعارات والألوان الجميلة الزاهية في عاصمة الميادين في ميدان الوثب. العنابي العنابي، يا عذابي يا عذابي، يتقدم المنتخب القطري مع المركز الأول منطلقا مع أحد الذلل ومع الظبي، الظبي الظبي مع المركز الأول من المنتخب القطري مع هجن الشحانية يقدمها يرافقها فالتضمير. العملاق سلطان، العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، مضمر الجزيرة، مضمر خود، مضمر ارتياد، مضمر الجزر، العملاق العملاق العملاق. المركز الثاني، التقدم الجميل من شعار هجن الرئاسة، المنتخب الإماراتي يتقدم مع المركز الثاني، يتقدم مع شمايل، يتقدم مع الجميل بن جميل، يتقدم مع الظافر علي بن جميل الوهيبي، يتقدم بذكريات زاخر، يتقدم بذكريات الشاطر، يتقدم الظافر خليفة الشاطر. المركز الثالث، القدوم التقدم من الكايد، المنتخب القطري يتقدم مع الكايد، ينطلق مع الكايد لهجن الشحانية يقدمها المضمر سالم بن جابر بن فاران المري، يتقدم في هذه اللحظات ويتواجد أيضا منطلقا الذهبي بذكريات ختامي الوثبة، يتقدم بذكريات الداودية، ينطلق في هذه اللحظات الذهبي يبحث عن الذهب. أيضا المنتخب الإماراتي يتقدم مع المركز الرابع من خلال تقدم الظبي لهجن الرئاسة، من خلال تقدم الحمر، الحمر الأبيض ينطلق في هذه اللحظات لهجن الرئاسة علي بن جميل الوهيبي. يوم الجمايل يا أبو الجمايل، يوم الثقايل يا أبو الجمايل، في بطولة كأس الخليج العودة إلى مقدمة الشوط، إلى الصراع، إلى النزاع، إلى الأوامر، إلى التكتيك، إلى التخطيط، إلى الإقلاع، إلى الكاس، إلى الذهب ما بين المنتخب الإماراتي والمنتخب القطري. الأحمر والعنابي شمايل والكايدة، الكايدة غيرت واحتفلت
احتلت المركز الاول لحجن الشحانية. المنتخب القطري يقدم الكايد مع الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثاني الوصول من الضبي لحجن الشحانية ايضا المنتخب القطري، ويتابع في التضمير احد العمالقة الكبار الفطاحلة الخبراء سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي العملاق الوهيبي يتقدم. المركز الثالث ايضا هجن الرئاسة، التقدم الانطلاق من المنتخب الاماراتي يتقدم بالجمايل يا علي يا بن جميل يا الوهيبي. يطالبونك بالفوز، يطالبونك بالرمز، يطالبونك بالذهاب. المركز الرابع ايضا القدوم مع المركز الرابع، نوادر لحجن الرئاسة مع المنتخب الاماراتي يقدمها علي بن جميل الوهيبي. المركز الخامس ايضا لحجن الرئاسة مع حملولة المنتخب الاماراتي يتقدم. المركز السادس تاريخها يشفع لها بالتجاوز، التقدم من شراعو يهو اوصلت لحجن الشحانية يقدمها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. العودة الى مقدمة الشوط، دوم اوصلت الكيلو الاخير الكيلو الخطير، ما حد يلومه اللي يحرك اللي يحرك هجن الامارات. المنتخب الاماراتي يتقدم، هجن الرئاسة بالجمايل علي بن جميل الوهيبي. ولكن يوما العملاق يقدم دوما لهجن الشحانية العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. لا حلول لك يا الوهيبي يا العملاق يا العملاق، السلطان سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. بذكريات الجزيرة، بذكريات خود، بذكريات ارتياد، السلام على النبي، السلام قطري، التحية شحانية، التحية شحانية. دوما 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 وسلطان اليوم في يومه، سلطان في يومه، سلطان العملاق، سلطان المرعب، سلطان المتميز، سلطان الابداع، السلطان سلطان. سلام لسيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى، حفظك الله يا ابو حمد اينما كنت ورحلت. المركز الثاني هجن الرئاسة مع المركز الثاني مع الظبي، وثالث المراكز ايضا لهجن الرئاسة مع هملولة المركز الرابع، شعلة لهجن الشحانية خامسا، شراعو لهجن الشحانية. اذا متابعينا الكرام في كل مكان، رفيقة الدرب للجزيرة تأتي على دربها بذكرياتها بإنجازاتها بتواقيتها الزمنية. دوم والعملاق في يومه، تهانينا لهجن الشحانية. 8:52.5 من الثانية، تهانينا للمنتخب القطري، تهانينا للعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني الظبي لهجن الرئاسة مع المنتخب الإماراتي مع علي بن جميل الوهيبي. 8:56.5 من الثانية، بينما المركز الثالث حملولة لهجن الرئاسة من المنتخب الإماراتي. 8:56.7 من الثانية، تهانينا للمضمر علي بن جميل الوهيبي. هكذا هو الذهب.